اليوم عشنا بطبيعة الحال نسخة مميزة من ليلة نجوم سنة 2023. التكريم كان فيها لعدد من النجوم المغاربة في المسرح والتلفزيون والسينما وأيضا في المجتمع المدني. وأيضا بطبيعة الحال اختارينا أطياف أخرى من كمثلا أمين رغيب كخبير للمعلومات وأيضا الأستاذ العالم عبد الواحد وجيه وأيضا شخصية في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تم الاختيار ديالها واللي هي سي عبد القادر الخراز، بالاضافه الى مجموعه ديال الممثلين والممثلات اللي كانوا معنا لا في صنف الاخراج والانتاج. ايضا فرحانه وفخوره انني كنتواجد في هذا الحفل الجميل اللي كيعترف بالفنان. هو ثقافه الاعتراف اصلا جميله في ظل هاد الظروف اللي كنعيشوها ديال فلسطين، وقلبنا مع اخواتنا كنتسناو فنان مغربي كيتسنى ولو يعني اقل شيء هو هاد التتويج ولا هاد التكريم ولا هاد الجائزه ديال السنه اللي كتكون خدمتي عليها يعني سنه مطوله، وكتكون بغيتي يفرحك ولو شي واحد بكلمه زوينه. ففرحانه كذلك انني كنتواجد مع صحاباتي واخوتي ممثلات المتالقات اللي كانوا معايا اللي توجوا حتى هما، وكنقول لهم مبروك عليهم، وكنتمنى استمراريه لهذا الحفل، وان شاء الله يتم الدائم ديالو من جميع الوجهات. هو الفن العالمي ماشي بخير، ماشي غير المغربي، دونك ما نبقاوش نحطوا الفوكس غير على المغرب، راه الكل كيعاني سيغتو من مورا كورونا. بالنسبه لي انا هاد التتويج كيكون في حال تكليف، لان دابا حاليا كخصني يعني اي اختيار ديال اي عمل ديالي خصو يكون في المستوى ديال الجمهور اللي دائما تبعني. فكنتمنى دائما نكون على الحسن ظن ديالكم، وكنتمنى نكون خفيفه على قلبكم، وكنبغيكم لان انا بلا بكم ما كنسوا والو، الله يخطيكم عليا. بالنسبه ليا شرف كبير، فرحانه بزاف، وكنشكر المخرج عهد بن سودا اللي عطى لي هذه الفرصه. وبالنسبه ليا كنعيش حلم في السينما، واليوم جاتني هاد الجائزه، وشكرا، كنشكر كلشي.